مصر ان ال 50,000 جنيه بتوع الاكونت ده يروحوا في الارض. دي الفضيحه كلها هنا يا ابني. احلى 10 سنين عشان انت اقسم بالله انت اكتر واحد استفزتني النهارده. يلا حبيبي يلا، احلى 10 سنين عليك وعلى اكونتك الغالي بعربيات جامده ده. بص كل موعه واحد يروح في نشو بوكسات. مريض يا ابني والله، انت مريض، انت اهطل من ان انا اديك بان. قبل ما نبدا الفيديو بس عايزكم تشتركوا وتعملوا لايك وتستنوا سلسله التحقيق مع الستريمرز الحلقه الثانيه ضد التيك توكرز، وما تقصروش معايا يا اخواتي. ده طبعا واحد مصعب الموضوع جدا على نفسه. وسكنات يا لهوي على السكنات الجميله. ستامبايل ده شكل واحد موبايل اتش دي ار وبتاع. ماشي، هو شاف اللي ورا ده حتى لو ما ادوش انتباه تمام، بس يعني بيعد الامو عليه. الشاشه معدوله ناحيته كده كذا مره، حتى اشوف اول ما يعدي الكونتينر ده هيلف ناحيه التاني ده على طول. والله العظيم اول من غير ما اشوفها وقلت على طول هو عايز يبان له باي طريقه، فاهم؟ هيفضل يحشر نفسه جنبه. بس قشطه، مش ممكن، مش هعتمد ان انا بحكم عليه من اول مره يعني عشان ما اكونش بظلمه. ماشي، بص حط الام عليه كم مره. حط الام عليه، حط الام عليه. شكرا شكرا شكرا. هاكر 100% هاكر 100%. بصوا اللي انا بتكلم عليه، بطاها. بصوا يا جدعان هنا كده ده هاكر. ماشي، اقول لكم من اول فين بالظبط، ركزوا كده. بصوا حط الام عليه، شكرا. بيعدل نفسه، بص بص عدلته الواد ما اتحركش يا عم. حتى لو اتحرك ما ينفعش احط الام عليه كده، هثبت لكم حتى انا دهك بعد كده. يلا بص 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 بتفرج على الناس دي ازاي. طبعا انت ماشي في الحوايات المفروض تمسك سلاح عشان ما تغفلش. لا هو عارف. حط العجله وبص وحط الام على العيال. بص عليهم كم مره، دي تالت مره عايز يطلع يمسك الجبل. ماشي، هم ضربوا دلوقتي، هو هيغلط طالما هم بعدوا معاه. هو معاه ام هيغلط. بص حط الام على ده. ماشي، اه ما وقعوش يعني. ماشي، بص حط ام على التاني، ام على التاني. يا لهوي يا ابني، حلو ده، حلو شاطر. اللي هنا ده اصلا لعبك قرف. بس كشف اماكن عبيط. بص عمال يحط ايه مع التاني، بيبص حواليه بيتشيك في الحاويات. جميل. تفتكروا ده يعني ممكن نطلع مش هاكر انا ظلمه؟ هيفضح نفسه كده كده، مش هيقدر يمسك نفسه كتير. ده هيفضح نفسه. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي. بصوا حط ايه عليه اصلا قبل ما يطلع مكان ما ممكن يطلع. طب ما ممكن يطلع من اي حته تاني. بص بص شطور يا ولد، يجي منه. بصوا ايه يا ابني ده، يا ابني ايه يا ابني ده يا ابني. بصوا ما اتحرك، هيتحرك معاه لو اتحرك. اتحرك معاه. بصوا حط مع حد مش موجود. اصفر يعني مش موجود. اكس راي، لا اكس راي. شكرا. ايوه كده، ايوه كده اللعبه تبسطني كده. ده كده راح النحو ده. عصام ده عصام بقى ولا ايه اللي هو انا بينزلوا يرفعوا ال الله. ماشي برا. بصوا الاصفر ده مش باين. بص حط الام عليه ازاي. ماشي، ممكن ده اصلا ما بقاش كشفه بس يعني ممكن يبقى حاجه كمان. بص حط الام عليه وهو لسه ورا السور. يلا حبيبي هتبلع دلوقتي، هتبلع والله ما تستعجلش. مصير حلو اللي يغلط دلوقتي. جميل، الفيلم من بره اول ما يطلع. ايوه بص حط الام هنا وحط الام هنا. حتى لو سامعهم مش هيبص لصاحبه، غريبه يعني. ده تلاقيه بيلعب موبايل بقى ومفهم صحابه ان هو ايه اللي مفيش منه اتنين. الله عليك الله عليك يا ابني، تفكرني بتيك توكر كده يا ابني. عبيط والله، عبيط قوي. والمشكله الناس بتقول له عاش وعاش وهو بدا يصدق ان هو لعيب برضه. يعني حاجه يعني مش فاهم ده مرض نفسي ده ولا ده محتاج يتعالج والله. وبيقعد بقى يهايط على الستريمرز وبتاع، ومش كريزي اقسم بالله العظيم ما اقصد على كريزي. بصوا 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 ردة فعل، يا ردة الفعل. الواد ما بيتحركش. بصوا بصوا الام هيقف على الواد كام مرة. ماشي، الواد ما بيتحركش. ها بصوا بيهت بيعمل هي ردة فعل. انت عارف مستفز، يلا والله والله مستفز. طب ما يدونا اسماء الناس اللي المفروض يجيبوا اسماء الناس اللي بتعملها ريبورت دي يا جدعان والله. بص حط الام على العيال ازاي. بص بص بصوا هنا هيفضح نفسه طالما وضع الخطر، وهو مش مهيل هيفضح نفسه. بص وضع الخطر مش مهيل، هيفضح نفسه دلوقتي. هيضرب في حيطة ولا يعمل له حاجة حلوة. مش بري فاير، لا بيضرب في الحيطه بجد. هو قاعد يعني يديهم انفو بس. ماشي، هو بولت تراك كمان غير ان هو انبوت يعني، غير ان هو كشف. اللعبه لو قالت ان ده كشف فمعنى كده ان حمايه اللعبه اتغيرت، وده حاجه نفسي تحصل والله. اكس راي
و قلت ايه؟ لا 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 ما تقولوش ان ده مش حاجة، لا حرام والله. خش على اللي بعده. من اول الطيارة المود الجديد. اللعبة الجميلة هو بيسحب. ايوه ايه الغلط اللي هو عمله هنا؟ انا عايز اعرف ايه الغلط اللي هو عمله هنا عشان اللعبة تجيب له ريبورت. ايه الغلط؟ يعني ايه ده يعني؟ طب ده مش هيك، مش هيك. ولو كنت كملت الفايت دي كنت هقول لكم، بس هو مش هيك للحركه اللي عملها ورا دي. كان ممكن يبص يجيب الواد وخلاص ماشي، بس حتى لو ايه اللي حصل ده مش هيك. ده الحمد لله الحمد لله. ليفك انا احب انا الحاجات دي. ماشي بيومي للامام بيومي. يا عيني يا ابني، ده انت هتاخد 10 سنين. طيبه طيبه والله. بصوا هنا عمل ايه، عمل حركه طيبه قوي. ايه ده يا غالي؟ ايه ده يا غالي؟ ده اسمه ايه ده؟ ماشي سمو عادي، دخل له هبص. بص ولا هاك ولا هاك عبيط. بص احط ايه مع الواد اللي طالع من تحت ازاي؟ انا بطلع لكم عشان تشوفوا انتوا بنفسكم، عشان تعرفوا احنا ما بنظلمش حد. بص ايه ده؟ محارة. اضرب في اللحظة. بصوا اوه كسر الحيطة. بس اوعى يا عم، انا بتكلم براحة زي ما ده. بص مفيش اي مجال للتخمين. وبيهايط عليهم كمان، بيعمل لهم باي باي. والله لا تاخد 10 سنين، اقسم بالله اديك 10 سنين مخصوص. الحق شد سكينه المعجون ورفع سكينه المعجون. بص ايه ده يا ابني؟ يا طفل عبيط، طفل عبيط، يا هاكر عبيط. ايه ده؟ شد سكينه المعجون وهيخش البيت يشد سكينه معجون تاني هنا. بصوا هيبص علينا هنا بقى. رايح له ولا مبسوط قوي؟ يلا مبسوط قوي فاهم. بكسر اقسم بالله انت عيل بجح، عيل بجح ورخم يا جدعان بجد. الناس اللي بتلعب بهاك وتروح تفنش بوكسات والكلام ده والله بجد محتاجه تتعالج، والله بجد محتاج يتمسك كده يتعالج يا ابني. احلى 10 سنين عشان انت، اقسم بالله انت اكتر واحد استفزتني النهارده. بص كل ما هو واحد يروح يفنش بوكسات. مريض يا ابني والله، انت مريض والله بجد، انت مريض يا اسطى. اكس راي اوتو ايم، اقسم بالله يا اخي انت مريض. واللعبه هتقول لك مفيش حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب الريبورتات تبقى بتنفع. بس موميا انا احب الكلام ده، احب الكلام ده. انا الاكونتات المدفوع فيها. يا انا حلو ده. بص بيحط ايه مع الواد ازاي؟ بص هو بيضرب على البوت ده. يا لهوي ده ستريمر والله. انا عرفت مين الستريمر ده. بيضرب على التاني، معرفش ان هو ورا الحاويه، والانبوت كمان سحب عليه. بيزعل لما يبان. احتراف، بسم الله ما شاء الله عليه. بص هو عايز يضرب على التاني. يلا اللي مش نافع. ماشي ازاي العبيط اوبن. بص حط الايم على العل هناك. يا ابني طب دول بعيد يا حبيبي. مطمن يعني؟ عايز تطمن على اصحابك؟ بص هنا، بص. ايه دي بقى. مش قادر يديهم ظهره. ارفع محارة. اتفرج من الحيطه، ايه رايك؟ شاشه العرض كويسه عندك؟ بص. ده واحد مش نافع، جايب واحد صاحبه مش نافع زيه يلعبه فاهم. بوكسات، اي حد هيبلع بوكسات النهارده اقسم بالله لا هديله 10 سنين المتينه عشان انتوا كده زودتوها. بس هما بينزلوا ثلاثه هنا، لا دول اربعه. لا يبقى مش هو الاستريمر اللي انا عارفه ده. بقى هو ايه؟ هو ده صاحب السر، هو ده اللي بيشم. بص بيتفرج عليه ازاي، بص مسنتر ليه عليه ازاي. الله اكبر الله اكبر عليك يا ابني. هو الوحيد اللي هيحس بيه وهيروح يقتله. بص عمال يبص عليه كل شويه. بص عمال يعدل الكاميرا عليه. بص عايز يضرب عليه، يضرب عليه. هيعمل كده على اساس انت مش شايفه كده يعني. ياه هو الزمار دي من عندي ولا من عنده؟ ده من عنده، ده محاكي حرفيا. انت اهطل من ان انا اديك بان، بس انت اهطل فانا هديك بان.
ماشي عامل عبيط، وايه ده انا مش شايف، لا لا لا، وعمال يبص عليه بالعين. يا ابني وانت متخلف يا ابني، هو اللعبه ما بتشوفش العين يعني رايحه فين؟ مشكله حرام والله والله. كمان مره خساره ان ال 50,000 جنيه بتوع الاكونت ده يروحوا في الارض، خساره شغل غير كده، مش اقل من 50,000 جنيه والله. يلا اللعبه تقول ما فيش حاجه، انا عارف اللعبه تقول ما فيش حاجه، عشان ده بالنسبه للعبه عادي، عشان بيشغل دماغه على اللعبه، لكن ما يشغلش دماغه عليا. اوه ايه السلاح اللي معاه الطور معاه ده؟ يا لهوي على العربيه يا جامد. ماشي بص بص، بيبص على الناس دي حلو. بص اثبت لكم ان هو هاك 100%. ماشي يا عم ده شاف في حي في ارض، في ارض يا جاموسه. ثبات ايه ده؟ معاهم كل العربيات، اللي معاه كل العربيات حرفيا. بص بص على واحد واحد، واحد اتنين وراح للرابع. ايوه 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 فكر انت بقيت هتاخد الطلقه، انا ما عارف انت هتطلع منين. الريبورت ده ما اتعملش ظلم. بص بص العيال ما عملتش، ماشي عملت صوت اهو، ما عملتش صوت. بص بقى دي دي الفضيحه، دي الفضيحه كلها هنا. بص مشي ازاي وعمل ازاي، بص مشي ازاي وعمل ازاي. بص 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 على العيال ازاي، العيال ما ضربتش. بص حط الايم على الواد ازاي، والله العظيم هاك. يلا يا حبيبي يلا، احلى 10 سنين عليك وعلى اكونتك الغالي بعربيات جامده ده. يلا مفيش فيوليشن، انا شايف ان في فيوليشن، انا فاهم اكتر من اللعب بصراحه. شوف بقى المعلم، طب ده مش محتاج يعني، ايه الاكونت ده؟ هيعملي زي الستريمرز كده لما الايام اللي فاتت الهاك كان عطلان، ماشي مفيش حد فيهم طلع لايف الدغري، مفيش حد فيهم ايه طلع لايف، واللي طلع تلعب باكونتات صغيره عشان انتوا مش نافعين والله، مستواكوا راح. حلو 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 ماشي كويس يا ابني والله. بصوا الله ينور الله ينور ابو عم، توحشنا والله. ولا مش توحشنا غرفة 60 ده، ده اكيد اللعبة افشن، هو هيك باين قوي. يلا الاخير يا رب يبقى وصلنا للجمال اللي احنا عايزين نوصله. اه بتوع الليفك دول بيبقوا فضحية. بص بص ده راح يجيب الكلات على السريع، ده ده مستعجل يا عم، احنا لسه هنضيع وقت. يلا ماشي انت كده لعيب يعني، انت كده ستريمر، انت كده يوتيوبر. ها بص هو شوف واحد تاني على الشمال، حاول شمال اه هيروح له. ما تقوليش رقم 2 مديله انفو، ده هنا ورقم 2 في اخر الدنيا. بص يا صاحبي ده ورا الحته دي يا صاحبي. بص حط الانفو، مفيش توقع ان هو ممكن يطلع الناحية التانية، مفيش. بص يا لهوي يا ابني معلم، حالته صعبة اوي. بص حط الام على الواد فين؟ الواحد اهو. بص التاني، بص حط الام فين؟ الله ينور. طب دول ما ظهروش يا صاحبي، دول مش ظاهرين يا صاحبي. بص حط الام على الواد وهو ورا الزرع، بص بيجري عشان هو عارف ان هو دخل كفر عادي. بصوا باخد كفر من التاني. طب انت شفت ده يا حبيبي؟ ده كفر يا بابا، ده كفر، ده زفت. انت عيل هطل والله، والله انت عيل هطل. هو ايه يعني بيعملها بهزار عشان يا سبحان الله سبحان الله، ده اللعبه خربانه. اكس راي ده اكس ضحك، طريق السلامه. ده كفايه عليهم قوي كده والله، والله كفايه عليهم، اللي انا زعلتهم قوي كده، هم قوي كده. انتوا خدوا على عينيهم.